أخبار غريبة وسريعة، 143 دولة في العالم تصوت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. صلي على الحبيب. وأخيرا من سنة 48 وإحنا منصوت يلوه على فلسطين، أول مرة يصوتوا تصويت صحيح، 143 دولة صوتت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. بقي لها بقى إيه؟ تاخد عضوية كاملة وتنتقل بقى إلى مجلس الأمن. مندوب روسيا قال لك لقد تعرضت فلسطين لظلم تاريخي. مندوب إسرائيل جاب ميثاق الأمم المتحدة وراح مقطعه وقال لك دواتي إيه يعني، ده تهريج وده ما ينفعش تدعو عضوية لفلسطين والكلام ده كله. وأخيرا يعني شوف 143، ولسه في دول في مايو زي أسبانيا مثلا في مايو اللي جاي ده هتعترف بعضوية فلسطين. فأنا عايزك تكتب لنا رأيك، فلسطين اللي هي من 3000 سنة قبل الميلاد عربية، من 3000 سنة وهي دولة، لسه النهاردة في القرن 21 مستنيين دول لم تكن دول تعترف بفلسطين. اكتبنا رأيك في التعليقات وشكرا.